الرحمن الرحيم. تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، فصل الدراسي الثاني، الوحدة الثالثة، الدرس الأول، الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني، الجزء الأول. زي ما احنا شايفين قدامنا دي صورة أحمد عرابي أثناء الحركة الوطنية ومقاومته للاحتلال البريطاني. أول حاجة عندنا في المقدمة بيقولي إن أحوال مصر السياسية والاقتصادية في عهد خلفاء محمد علي كانت أصبحت ضعيفة جدا، وكثرت على مصر وعليها الديون. وهنا يجي لي سؤال ويقولي ما النتائج المترتبة على ضعف أحوال مصر السياسية والاقتصادية في عهد خلفاء محمد علي وكثرة الديون عليها؟ ده النتيجة بتاعتها إن هو أوقعها تحت الاستعمار، فعانت مصر من ويلات الاحتلال البريطاني. يبقى الاستعمار بتاعي هو الاحتلال البريطاني لمصر، ولكن لم يستسلم الشعب المصري العظيم وظل يكافح حتى تم الاستقلال له. من ضمن الناس التي قاومت الاحتلال البريطاني كان أحمد عرابي. هنتعرف دلوقتي على من هو أحمد عرابي. هو ضابط مصري انضم للجيش المصري في عهد سعيد باشا. صح كده، وكمان أمر سعيد باشا بتجنيد أولاد عمد البلاد ومشايخها، وترقى أحمد عرابي حتى وصل إلى رتبة أميرة لاي، وهي حاليا بمثابة عميد في عهد الخديوي توفيق. جيت سألت سؤال وقلت متى انضم أحمد عرابي للجيش المصري؟ في عهد سعيد باشا. صح كده، هتعرف بقى دلوقتي على أحمد عرابي. أحمد عرابي ولد في مارس عام 1841 ميلادية في إحدى القرى المصرية التابعة لمحافظة الشرقية، كما إنه التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر الشريف. دلوقتي بقى أنا عايزة أعرف متى ولد أحمد عرابي. ولد في مارس عام 1841 ميلاديا في إحدى القرى المصرية التابعة لمحافظة الشرقية، كما إنه التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر الشريف. دلوقتي بقى هنتكلم على أحمد عرابي والثورة العرابية اللي كانت في عام 1881 ميلادية. هنتكلم أول حاجة على كفاح أحمد عرابي منذ عهد الخديوي إسماعيل. بدأ أحمد عرابي كفاحه منذ عهد الخديوي إسماعيل ضد استبداد النظام التركي والجركسي، كما إنه طالب عرابي بالمساواة بين أبناء مصر وغيرهم من باقي الأجناس. واشترك عرابي مع بعض المصريين في تأسيس الجمعية السرية التي تسمى باسم مصر الفتاة، وأصبح عضوا بارزا فيها. عايز أعرف متى بدأ أحمد عرابي كفاحه؟ بدأ أحمد عرابي في عهد الخديوي إسماعيل. طيب لو حبيت أسأل سؤال تاني وأقول اشترك عرابي مع بعض المصريين في تأسيس الجمعية السرية التي تسمى مصر الفتاة. كمان من زعماء الثورة العرابية، إن إحنا مكانش عندنا أحمد عرابي بس، فإنه لم تكن الثورة العرابية تخلو من زعمات وطنية أخرى غير أحمد عرابي، بل إنه كان هناك زعماء آخرون أدوا معه دورهم الوطني بنفس الإخلاص والجراءة والتضحية. من هؤلاء الزعماء كان عندنا محمد عبيد وعلي الروبي وعلي بيك فهمي وعبد العال حلمي ومحمود سامي البارودي والإمام محمد عبده. دلوقتي بقى هنتعرف على الإمام محمد عبده. ده من زعماء الإصلاح،
ووقف بجانب الثورة الغرابية، كما إنه اتخذ من صحيفة الوقائع المصرية منبراً لمناصرة وتأييد الغرابيين الثائرين، حتى إنه توفى في عام 1905 ميلادية. طيب، أنا حبيت أسأل بقى دلوقتي وأعرف متى توفى الإمام محمد عبده؟ توفى الإمام محمد عبده عام 1905 ميلادية. دلوقتي بقى بيجي لي السؤال، بيقول لي بما تفسر ما هي أسباب الثورة العرابية؟ أسباب الثورة هي: 1- ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر، 2- إهمال الجيش، 3- سوء الأحوال الاقتصادية. ودلوقتي أنا هتكلم على واحدة واحدة من أسباب الثورة لوحدها. لو جيت وقلت سؤال بما تفسر ما أسباب الثورة العرابية؟ ازدياد التدخل الأجنبي، 2- إهمال الجيش، 3- سوء الأحوال الاقتصادية. أنا هتكلم على ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر، ويجي لي سؤال بيقول لي بما تفسر إيه أسباب ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر؟ قال لي إن السبب الأساسي هي الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية للرعاية الأجانب في مصر. تاني حاجة، القروض التي أخذتها مصر من الدول الأوروبية. تالت حاجة، إنشاء المراقبة الثنائية اللي هي إنجلترا وفرنسا على الموارد والمصروفات المصرية. تاني حاجة هنتكلم عليها هي إهمال الجيش، حيث تم تسريح الكثير من الجنود والضباط المصريين. تالت حاجة هنتكلم عليها وهو سوء أحوال المصريين الاقتصادية، خاصة في عهد وزارة رياض باشا. وهنا بيجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر سوء أحوال المصريين الاقتصادية في عهد وزارة رياض باشا؟ قال لي بسبب إيه؟ قال لي بسبب فداحة وكثرة الضرائب المفروضة عليهم وعدم توزيعها توزيعا عادلا. هنتكلم دلوقتي على أحداث الثورة العرابية. بدأت الثورة العرابية بمظاهرة اسمها مظاهرة عبدين، ودي كانت مظاهرة سلمية حيث كان القائد فيها أحمد عرابي، وكانت في عام 9 سبتمبر عام 1881 ميلادية، حيث اشترك فيها الجيش والشعب وعرضوا مطالب الأمة على الخديوي توفيق. دلوقتي بقى أنا هتكلم على مطالب الجيش والشعب للخديوي توفيق في مظاهرة عبدين، واللي كانت في 9 سبتمبر عام 1881 ميلادية. المطالب هي إسقاط وزارة رياض باشا المستبدة، وتشكيل مجلس النواب، وزيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. أعرف إيه هي مطالب الجيش والشعب للخديوي توفيق في مظاهرة عبدين؟ إسقاط وزارة رياض باشا المستبدة، 2- تشكيل مجلس النواب، 3- زيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. معقولة للزعيم أحمد عرابي، شهيرة جدا في المظاهرة مظاهرة عبدين دي، بيقول إيه؟ بيقول إني لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. دلوقتي أنا هتكلم على نتائج مظاهرة عبدين. ما النتائج المترتبة على مظاهرة عبدين دي؟ اضطر الخديوي توفيق للموافقة على مطالب الجيش والأمة، كما أنه تم تشكيل وزارة جديدة في سبتمبر عام 1881 ميلادية، وازداد عدد الجيش إلى 18,000 جندي، وتوالت الأحداث حتى تم الاحتلال البريطاني لمصر. ودلوقتي هنتكلم عن الاحتلال البريطاني لمصر. وقفت انجلترا ضد الحركة الوطنية طبعا فين؟ في مصر، من خلال حوادث الإسكندرية، حيث دبرت انجلترا بعض الحوادث في مدينة الإسكندرية. طب ليه بتعمل كده انجلترا؟ يجي لي السؤال واللي بما تفسر دبرت انجلترا بعض الحوادث في مدينة الإسكندرية، ايه السبب؟ لتكون دليل على عدم قدرة احمد عرابي اللي هو ناظر الجاهلية في الوقت ده على اقرار الامن والنظام في جميع انحاء البلاد. هسأل واسأل بما تفسر دبرت انجلترا بعض الحوادث في مدينة الإسكندرية، لتكون دليلا على عدم قدرة احمد عرابي على اقرار الامن والنظام في جميع البلاد.
ودلوقتي بقى هنشوف مع بعض خطة سير الاحتلال البريطاني لمصر من خلال الخريطة. أنا عندي قام البريطانيون بضرب مدينة الإسكندرية، وده كان في سنة 1882، وقام الخديوي توفيق بإقالة عرابي من وزارة الحربية، لكن الشعب المصري قرر مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة عرابي، إلا أن الغلبة في النهاية كانت للقوات البريطانية. يعني القوات البريطانية في الآخر هي اللي انتصرت؟ هي اللي انتصرت في آخر الأمر. ضرب مدينة الإسكندرية، وقام البريطانيون بضرب مدينة الإسكندرية في عام 1882، فبدأت خطة سير القوات البريطانية لمصر، حيث فشلت القوات البريطانية أولا في دخول البلاد عن طريق كفر الدوار. وهنا هيجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر فشلت القوات البريطانية في دخول البلاد عن طريق كفر الدوار؟ بسبب مقاومة المصريين. طبعا أكيد بسبب مقاومة المصريين. احتلت القوات البريطانية عندنا قناة السويس، وهنا هيجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر احتلت القوات البريطانية قناة السويس، ايه السبب؟ قال لي بسبب خيانة ديليسيبس لعرابي. طبعا عرابي اتفق مع ديليسيبس ان القوات البريطانية مش هتعدي من خلال قناة السويس، ولكن ديليسيبس خان عرابي وعدت القوات البريطانية في قناة السويس، وتغلبت القوات البريطانية على الجيش المصري عند منطقة تسمى بالتل الكبير، وكان ذلك في سنة 1882 ميلادية، وتم احتلال القاهرة في عام 14 سبتمبر 1882. أنا عايزة أسأل سؤال، ضع علامة صح أو خطأ أمام الإجابة الآتية: واحد، ترقى عرابي حتى وصل إلى رتبة أميرة لاي في عهد الخديوي سعيد. خطأ، الإجابة خاطئة. صح كده. تاني سؤال بيقول لي من مطالب مظاهرة عابدين إسقاط وزارة صح، الإجابة صحيحة. دلوقتي انتهى درسنا، وهنسأل سؤال للمتفوقين. السؤال بيقول لي اذكر اسم الجمعية التي أصبح عرابي عضوا فيها. اذكر اسم الجمعية التي أصبح عرابي عضوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.